أستاذ علي، بعد التحية، هذه الظاهرة بالتأكيد هي منتشرة في تلك المناطق التي كان تنظيم داعش الإرهابي يسيطر عليها. برأيك ما هي خطورة هذه الظاهرة؟ مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. بالحقيقة هن اللي من أصول فرنسية أو ينحدرون من آباء أو أمهات فرنسيين الموجودين بمنطقة سوريا، يعني بالمنطقة الأخيرة اللي كانت مسيطرة عليها داعش بمنطقة الحسكة ودير الزور. هل الفرنسيين عندهم على ما يبدو خطط واستعدادات لإعادتهم إلى فرنسا وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع؟ يجب أن نراعي مسألتين. المسألة الأولى المرحلة العمرية. إذا بدنا نتحدث عن الأطفال الصغار اللي عمرهم 5-6 سنوات، لأن هناك معلومات بتقول أنه في بحدود 450 طفل ولدوا هناك، يعني من وجود داعش لحد اليوم 4-5 سنوات، يعني أعمار في منهم حتى عمرهم سنة أو أقل. هل دمجهم بالمجتمع وإعادة تأهيلهم داخل المجتمع الفرنسي أو الأوروبي يعني عملية بعتقد أنه سهل كتير من خلال الإمكانيات المتوفرة بدوائر المجتمع الفرنسي والمنظمات المجتمع الفرنسي. نحن بشكل الخطورة بعتقد اللي بيحكوا عنهم هن اللي الفتيان اللي عمرهم ب 12 سنة 14 سنة بهيدي الأعمار، هالي اللي مارسوا العمل العسكري فعليا وميدانيا على الأرض. هالي بعتقد صعوبة دمجهم أكبر بكتير من الأطفال الصغار. من هون على الحكومات، حكومة فرنسا والحكومات الأوروبية، أن تبذل جهود أكثر لاستيعاب هؤلاء الأطفال أو الفتيان بالأحرى وإعادة دمجهم بالمجتمع. هي فيها صعوبات ولكن مش مستحيلة.